فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الإرادة فمنها الرحمن وهو المريد لرزق كل حي في دار البلوى والامتحان، ومنها الرحيم وذلك المريد لإنعام. والحق أن الرحيم ليس من, 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 من يعني ليس من صفات الذات. لو قلنا الرحيم الرحيم اسمه صفة الرحمة، هذه صفة فعل ليست صفة ذات. نعم. ومنها الغفار وهو المريد لإزالة العقوبة بعد الاستحقاق. شوف انظر كيف ايش يفعل. لو تعرفون ما وراء الأكبر، قال الرحمن المريد، الرحيم المريد، الغفور المريد. ليش؟ لأنه لا يريد أن يصف الله جل وعلا فيه بالمغفرة ولا بالرحمة. نعوذ بالله من الخذلان يعني. وهذا عالم كبير إن شاء الله تغمر هذه بحر حسنات، لكن هو متأثر بفكره. لا يثبت من صفة المغفرة، ويقولنا عندنا صفة الرحمة تختص باسم الرحمة صفة ذات، صفة ذات لأنها عامة أدلية أبدية. أما الرحيم فصفة إيش؟ صفة فعل. فيريد أن يهرب من هذا. والمغفرة أيضا لأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن قلنا من يشاء فصارت الصفة صفة فعلية. ولذلك ولا يمكن أن يصف الله تعالى بالصفات الاختيارية لعطب العقل هؤلاء أصحاب هذا الفكر، بأنهم يقولون إذا قلنا بها أنه يتصف بها حينا ولا يتصف بها حينا، يبقى إذن هذا حادث، والحادث إذا كان محلا الله تعالى صار محلا للحوادث، وما صار محلا للحوادث فهو حادث. وتناقضوا بعد ذلك حتى لما رجع الآمدي أو رجع الرازي بيّن هذا الأصل الذي يبنونه على رد الصفات الاختيارية. طبعا هذا التفسير تفسير خطأ ظاهر جدا أو ظاهر الخطأ في الكتاب، لكننا نقول الرحمن الرحيم اسمان كريمان لله جل في علاه من الأسماء الحسنى غاية في الجلال والكمال والبهاء والعظمة، مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة. والرحمة لغة هي الرأفة والعطف والعطاء والحنان، هذا كله يعني من مادة الرحمة. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الاسم العظيم يشمل كما قلنا صفة الرحمة، لذلك قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. الفرق بين الرحمن والرحيم، اسم الرحمن واسم الرحيم، مع أنهما يتفقان بإيش؟ لأنهما أعلام على ذات الله جل في علاه، ويتضمن كل اسم منهم صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. إن كان الصفة الأولى هي الرحمة والصفة الثانية هي الرحمة، لكن الفرق بينهما كما قلنا بأن صفة الرحمن هي صفة ذاتية، صفة ذات، وصفة الرحمة هنا في الرحيم صفة فعل. ده الفرق بينهما كما سنبين. والفرق أيضا بينهما بأن الرحمن هي صيغة مبالغة، والرحيم أيضا صيغة مبالغة، لكن فعلان كما قال أهل اللغة يعني تشير إلى السعة، وهي أشد مبالغة من الرحيم. فعلان أشد مبالغة من فعيل. وأيضا الرحمن كما قلنا يتضمن صفة الرحمة وهي صفة ذات، والرحيم صفة فعل. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين ما قال الرحمن، قال إيه؟ قال رحيما. فصفة صفة الرحمة التي يتضمنها اسم الرحمن هي صفة ذات عامة، وأما صفة الرحمة التي تضمنها اسم الرحيم هي صفة خاصة بالمؤمنين. والرحمة رحمتان، رحمة عامة، رحمة أبدان ورحمة قلوب. ورحمة القلوب هي الصفة الخاصة، ورحمة الأبدان هي الصفة العامة. رحمة الأبدان المعافاة والرزق والعطاء والهداية، أيضا هداية الطريق وهداية البيان وهداية الإرشاد، وأيضا هداية كيفية إتيان الرجل الزوجة وغير ذلك من معايش الحياة. فإذا الرحمة رحمتان، رحمة الأبدان وهي تختص بصفة الرحمن كما سنبين، ورحمة القلوب وهي تختص بصفة الرحمن باسم الرحيم. وهذه الرحمة رحمة خاصة، وهي رحمة التوفيق والتسديد وعدم زوغان القلب ولا روغان القلب، وتثبيت الإيمان في القلوب بيد الرحمن سبحانه جل في علاه، كما قال الله القلوب بين إصبعين، كما
قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الرحمن يقلب القلوب، يقلب القلوب التي تستحق التقليب، ويثبت القلوب رحمة منه وفضلا ونعمة على عباده الذين اصطفاهم على العباد أجمعين. صور رحمة الله جل وعلا عظيمة. أنت لو تصفحت الكتاب من أوله إلى آخره، وتصفحت التاريخ في كل أحوال الأنبياء والرسل، وحتى الذين كانوا من الكفر بمكان، ومن الجحود بمكان، ومن الاستهزاء والسخرية والمكالبة على دين الله جل في علاه بمكان، ترى كيف رحمة الله جل في علاه قد وصلت للجميع، البر والفاجر، الكريم وأيضا البخيل، فإن رجع رحم العباد أجمعين لقوله جل في علاه: رحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء. صور الرحمة العظيمة لله جل في علاه أنه لم يعجل العقوبة، لم يعذب أحدا بعدم إلا بعد إقامة الحج عليه، وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه أنه لم يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة له. هذه كما قلنا من تمام العدل وتمام الرحمة، لأن الله جل وعلا لو أخذهم بمثاق الذر لعذبهم جميعا، لأن الله جل وعلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما عمر الخطاب مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة إلى يوم القيامة فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لو أخذهم الله بهذا الميثاق دون أن يبعث لهم الرسول لكان من الحق بمكان، لكن الله تعالى من رحمته أنه ما أخذهم بميثاق الذر، لكن أخذهم بميثاق الإيش؟ الرسل، أن الرسل بعثهم الله جل في علاه من أجل التذكير بميثاق الذر وإقامة الحجة على الناس. قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه أيضا من تمام رحمة الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة له. لذلك قال الله جل وعلا: إنما على رسولنا البلاغ. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بصحيح: ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا، ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. فإذا الله جل وعلا لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب هداية للعالمين كما قال الله جل في علاه: وهديناه النجدين. قال: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن، قال أربعة: لهم الحجة على الله، أو لهم الحجة يوم القيامة. ذكر من المجنون وشيخ الهرم صحيح ذكر هؤلاء، لما؟ لأنهم لم تصل إليهم الحجة، لم تبلغهم الحجة، لم تقم عليهم الحجة، لذلك لا يعذبون بحال من الأحوال. وذاك فضل الله يؤتي ما شاء. ترى في هذا الباب الواسع الرجل الذي عاش في الأرض فسادا من بني إسرائيل، ثم قال لأولادي: إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء في البحار، ثم أمر الله جل في علاه أن يجمع فجمع فمثل بين يدي الله جل في علاه. قال: ما حملك على هذا؟ هذا الرجل يقول لأبنائي: لئن قدر الله علي لا يعذبن، وجهل بصفة من صفات الله جل في علاه وقدرة إعادة هذا الرجل إلى مرة أخرى. فلما أعاده الله جل في علاه قال: ما حملك على هذا؟ قال: مخافتك. فبرحمة الله جل في علاه غفر له وأدخله الجنة. هذا عذر بالجهل، أمر عظيم، لأن هذه من باب رحمة الله. أنت لو كنت حقا تستيقن برحمة الله، أنا ما أدري، الذين يقولون لا عذر بجهل بحال من الأحوال، هؤلاء لم يتقنوا باب الأسماء والصفات، أجزم أنا بذلك، لم يتقنوا باب الأسماء والصفات. لو حقا حققوا ودققوا في المسألة، هذا يخالف مقاصد ما تعتقد في ربك جل في علاه من تمام رحمة الله جل في علاه. رأيت كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والله أرحم عندما قال الله جعل وصف نبينا كيف أنه سيقتل نفسه على هؤلاء الكفرة الفجرة الذين لا يطوعونه؟ قال الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فيقول الله جعل لعلك قاتل نفسك، هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، وهو يقول: وأنا أخذ بحجزكم. فكيف برحمة الله جل وعلا التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة تأخذ بجنينها بطفلها يلتصق على ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال الله: أرحم على العبد من الأم بهذا الجنين أو بهذا الطفل. رحمة الله جل وعلا عظيمة، رحمة الله جل وعلا واسعة، كفى بأن الله جل وعلا قال: رحمتي سبق، قال: رحمتي وسعت كل شيء، وفي الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش قال: رحمتي غلبت غضبي. يبقى من صور الرحمة هو أن الله جل وعلا لا يؤاخذ الناس إلا بعد إقامة الحجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. وهذه مادة عظيمة خصمة لتعلم كيف العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من صور
الرحمة بأن الله جل في علاه أيضا لا يعجب بالعقوبة إن تعدى المرء لا يعاقب بالخطأ والنسيان والجهل، وأيضا لا يعجل بالعقوبة للمتعمد. لذلك صلى الله عليه وسلم رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أرأيت رجلا يقول لله جل في علاه مخاطبا الله وأنظر للسماء يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رجل يقول ذلك ولا يعذب، رجل يقول ذلك ولا تنهمر السماء عليه نارا، ومع ذلك يغفر الله له جل في علاه. لما أخطأ الرجل؟ أخطأ من شدة الفرح، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل معه الراحلة ذهبت عنه راحلته فيقن من الموت، لا محالة، لا طعام لا شراب، في أرض قفر صحراء جرداء لا شيء فيها، حتى استظل بظل شجرة ينتظر الموت، فما أن استفاق إلا ووجد الراحلة أمام عينه، فاشتد فرحه حتى ذهب عقله، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المسلم مبينا أن الله جعله قد عذره، قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. والآية العظيمة التي هي من أرجى الآيات عندنا في هذا الباب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ماذا قال؟ قال الله جعله قد فعلت، لأن في الآية الأولى كانت أشد ما تكون عليهم إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، فشق على الصحابة فقال أتقولون مثل ما قالت بنو إسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما استسلموا وانقادوا انقيادا تاما لله اختبارات حتى يظهر المعدن الأصيل من غير، فلما استسلموا استسلاما تاما وانقادوا انقيادا تاما لله جل في علاه أنزل الله الفرج من عليائه، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل، قال الله قد فعل. هذه أيضا من صور رحمة الله جل في علاه، من صور رحمة الله أنه لا يعجل بالعقوبة حتى ولو كان من أكثر أهل الأرض، يملي ثم يملي. وهذا يعتبر فيه اختبار لطائفتين، كيف ان الله يملي للظالم، وهذا فيه اعظم الاختبارات لطائفتين. ممتاز. اصالة ان الله تعالى يفتن به الذين المرجفون، يفتن به المرجفين والذين يتزعزعون ولا يقفون على الارض صلبا، قال الله جل في علاه ومن الناس من يعبد الله على، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. من الفتنه ان هو يجد ان هذا الكافر الفاجر يعني يعيش في رغد من العيش، وتراه يتملك وله فيقول انا موحد وافع معي ذلك، هذا الكافر لا يعني يفعل معه هذا فيكفر بربي جل في علاه. هذا اختبار اصاله لهذا المؤمن، هل يكون معدنا اصيلا حقا ام لا، فاختبار له. واختبار لمن؟ اختبار للاخر، اما زياده في النكال واما سرعه الفيئه والتوبه والرجوع الى الله جل في علاه. قد اختبر فرعون ومكن له ايام تمكين ونظر الى هذه المعجزات امام عيني وهو يجحد بها، كما وصف الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وازداد عطوا، فهذا ايضا اختبار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم، لكن قال اذا اخذ ولم ايش لم يفلت، فهو يملي ويملي، وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه. لعلهم كما قلنا يأوبون يتوبون إلى ربهم جل في علاه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم للتراخي، مساحة وقتية هو الآن، قال إن الذين فتنوا خدوا الأخاديد، أضرموا النار، أحرقوا أولياءه، مع أن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. أنا ما أدري هل من أحد لا يعقل ولا يتدبر ولا يتزعزع قلبه ولا ينفطر كبده من قول الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. الله يحاربه وهو لا يعلم، حرب لا خفية، فإن كانت حرب لا خفية فهي تؤذن بدمار، حرب لا خفية، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فلذلك أضرم النار في أوليائه وأخذهم في الأخاديد وحرق أولياء الله جل في علاه الذين أمنوا وأسلموا لله جل في علاه على يد الغلام، والله جعل ما عجل له العقوبة وما عجل لهم العقوبة، لكنهم لا يركعون. قال الله جعل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم للتراخي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه أيضا دلالة من تمام رحمة الله جل في علاه. ومن صور رحمة الله جل في علاه قبول القليل من العمل ومغفرة الكثير من الزلل، وهذا حالنا في هذا الزمان، نحن أكثر البشر بطاعة الله جل في علاه،
تعرفون يا اخوتي الكرام الصحابه الذين عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وعباده النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خير ومن مسارعه ومنافسه في الخيرات والوحي ينزل بينهم، كان فيهم من لا ما 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 يعني كان فيهم من لم يسارع في الخيرات كما يسارع احدهم من التابعين من بعد هذا الصحابه في ذلك. ومع ذلك الزهد في الدنيا رقاهم على هؤلاء، لكن في زمننا هذا لا زهد في الدنيا ولا زيادة في العبادات. يعني الذي فرق بين التابعين والصحابة، التابعين كما قال أنا أرى أناسا أمامي والله إنكم لأشد اجتهادا في عبادة الله جل في علا من صحابة رسول الله، ما رأى منهم إلا قيام وصيام ونفقة وعمل لله جل في علا في كل حين وكل آن. لكن ماذا قال عشان يفرق الميزان ليس بالهين؟ قال ولكنهم إيش كانوا أزهد منكم في الدنيا، ما يريدون الدنيا هذه علموا أنها ليست لحي وطنة، فقال ولكنهم كانوا أزهد منك في الدنيا. فنحن في هذا الزمان قليل العلم، كل منا قليل العلم قليل العمل قليل العبادة، والله أعلم حتى في العبادة التي عندنا هل انضبطت النية أم لا، الله أعلم بكل واحد منا، وكل واحد منا يخلو بنفسي وينظر هل أخلص لربي في عمل أم لا. الغرض المقصود من تمام رحمة الله جل في علاه يغفر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. والمسألة هنا لها منص معين، لما ترى أن السلام يبين أن الله جل في علاه في غير ما موضع هذا مستقى من الأحاديث بأن الله يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. ليه دوس يا شامي؟ شامي تكتب النقطة السابقة. طب أنا أريد بس لو أنت متابع ممتاز، لكن هناك ما فوق هذه الإجابة، إجابة سريعة جدا لكن أريد ما فوقها. ورحيم نعم انظر في الصفة اللي تكلم فيها حتى تريد شعبة تدبروا وشوفوا يا جماعة أنا فهمكم شيء، صدقوني حياة القلوب والإيمان لا تكون إلا بالأسماء والصفات، هذا هو هي دقة العلم هنا. أقول بوابة العلم العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة، كم وكم ممن أتقن الفقه وسقط مع أهل البدع، كم وكم من المحدثين ترى فيه الاعتزال وترى فيه القدر وترى فيه الإرجاء، كم وكم بوابة العلم إتقان العقيدة وسويداء قلب العقيدة فيه الأسماء والصفات. هو هذا نعم. طيب يمكن أنا بفكر غلط ولا فيه مش فاهم، تفضل مش هذا بابك يا راجل ده انت قاتل ورا، انت لو تنتبه يعني يا شيخ الله كده. هو يمكن المسألة هو يقبل قليل من العمل، لما؟ لأن كثير العمل لا يفيد ولا ينفعه، هو الغني عنكم وعن عملكم، وأيضا إن خالفتم ما يفعل الله بإيش؟ بعذابه وانتقاب. أنتم خالق من خلق الله جل في علاه. لذلك قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فإيه تنفعون، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من عندي من شيء. فسبحان ربي العظيم. لذلك أنت ترى يقينا أن الله يقبل القليل من العمل ويغفر لك الكثير من الذنوب، لأن العمل لك الذي يحبك لنفسك هو الله جل في علاه. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل في علاه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني قبلت غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني فاستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. وهذه من رحمة من تمام رحمة الله جل في علاه، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ما يقرب الأرض بأسرها سعة الأرض بأسرها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذه من رحمة الله جل في علاه، تمام رحمة الله، يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. أنت ترى الزلل وأيما زلل الرجل، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هنا محله أن الرجل الذي قام ليله صام نهاره فالله جعله قد منحه الرزق، ثم لما قبض وقف ينادي الله جل في علاه فقيل ادخل الجنة برحمة الله، قال لا بعمله، وهذا نقص علم كثير، قال بعمله، فقال الله جل في علاه إذا نضع عملك في كفة ونضع نعمة من النعائم. بعدما أقر بالنعائم قال من الذي أينع لك الثمرة؟ قال أنت يا رب. قال من الذي فجر لك الأنهار؟ قال أنت يا رب. قال من الذي زرع لك أو نبت لك الزرع؟ قال أنت يا رب. فأقر بذلك فقال إذا ضع عملك في كفة وضع نعمة من النعائم، فوضع نعمة العين في كفة، وكل العبادة في السنين هذه الطوال
في كفة فرجعت كفة العين فقيل إلى النار فوقف على حافة النار فقيل ما تنتظر قال أنتظر رحمة الله فقال أدخل الجنة برحمتك قال برحمتك أدخل الجنة فالله جعل يقبل وأنت ترى كل منا يرى ذلك نرى أننا أقسم بالله صباح مساء ليل نهار نهتك الستر بيننا وبين الله جل وعلا ونتعدى حدود الله لو لم نفعل لو لم نفعل إلا أننا ننام على السرير لا ننصر دين ربنا جل وعلا لكف أنت وظيفتك أن تعبد وتنشر فهل أنت تفعل ذلك أنت وظيفتك أن تنصر دين الله جل وعلا هل تفعل ذلك بقلبك حتى فالمسألة نحن نقصر بحق الله جل وعلا تقصير بالغ لا يعلمه إلا الله جل وعلا ومع ذلك فإن الله يوفق ويسدد ويوفق لأن تجلس مجلس العلم وأن تذهب تصلي وأن تحسن وأن يحسن إليه فهذا أيضا من تمام رحمة الله جل وعلا يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل أروع الأمثلة تضرب في ذلك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وفي كل مرة يقول علي غيرها يقول لا إلا أن تطوع هذا خير لك تطوع لا إلا أن قال والله وأقصر والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال السلام إن من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل هذه من صور رحمة الله جل في علاه من صور رحمة الله جل في علاه كما قلنا عموم الرزق للجميع للعجموات للبهائم للكافر الفجر للمؤمنين الرزق لا ينقطع قال في السماء رزقكم وما توعدون قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه ما يعافيه رأيت هذه من تمام رحمة الله في علاه صباح مساء يقولون عيسى كذا ينسبونه لله جل في علاه عزير كذا ينسبونه لله جل في علاه ومنهم من يرى أن محمد إله ومن جوزك الدنيا وترات فالغرض المقصود بأنهم يسبونه ينسبون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه جل وعلا هذه من تمام رحمة الله النقطة الفاصلة العقدية في هذا الباب هو أننا لابد أن نفرق بين الرحمة التي هي صفة والرحمة التي هي إيه؟ أثر الصفة إيش بقى أثر الصفة أنا داخل بقى دلوقتي في مسائل الأسماء والصفات وقلنا أبواب العلم هي أسماء والصفات ولا أجد أحدا يشعل يعني حتى يعني يجعلني أستبشر خيرا تنطوينا شيء أنت بريء منه تبرأ يعني لا شيخ ها تبرأ من الفعل ماشي هذا الفقه العظيم جيد شيخ ابرأ يعني أنت بقى أنت الآن تبرأ من الفعل طيب إن شاء الله بقى لنا وله كلام بعد ذلك حبوب ما أتت رسالة الرسالة متوقفة لغاية الآن الله المستعان ربنا يحببها عليك يا ابن الله يكرمك عشان يعني تغذينا في المجالس تفكر طيب بنا يعني ايش يعني ايش يبقى لابد ان نفرق بين ايه الرحمه التي هي صفه والرحمه التي هي اثر الصفه الرحمه رحمتان رحمه هي صفه الرحمن شمع لي يحسب الرحمه دي بيننا انها من رحمه الله انها رحمه الله التي هي صفه من صفات الله لا الرحمه التي يتراحم بها العباد بل والعجموات في هذه الدنيا هي رحمه من 100 جزء من 100 جزء من الرحمه من الرحمه المخلوق من الرحمه المخلوق فالرحمه المخلوقه اثر للرحمه التي هي صفه من صفات الله جل في علاه من لطائف الاقتران لأن الله على قرن بين الرحيم والغفور وكما قلنا القاعدة عند علماء العقائد هي بسرعة ها اقتران اسم باسم آخر هو إيه كمال فوقه كمال فهنا الكمال المغفرة مع كمال الرحمة ونحن نقول دائما المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق وإذا افترق إيش اجتمع لأن المغفرة أصل فيها الستر وممكن يقول الحماية والأمان لكن يعني تجاوز على العقوبة يعني لكن الرحمة هي نوال الإيه الثواب نوال الثواب لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بإيه برحمته نوال الثواب بالرحمة أما الستر على المعصية وعدم العقوبة عليها تكون بالمغفرة فالرحمة والمغفرة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني لو ذكرت الرحمة نزلت تحتها المغفرة ولو ذكرت المغفرة نزلت تحتها الرحمة بمعنى واحد ايش المعنى الواحد بسرعة قطرب ستر وعدم عقوبة
نوال ثواب، مفهوم؟ ثواب الرحمة أو المغفرة. وإذا اجتمع في الذكر كانت المغفرة للحط عن المعاصي، ستر المعصية، ستر الحوب وعدم العقوبة عليه، والرحمة نوال نوال الثواب. فهنا قارن الله تعالى بين الغفور والرحيم، وأيضا قال الله وقارن بين الرأفة والرحمة لابتلاء الرحمة والعطف. قال الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، إن الله بالناس لا رؤوف رحيم. قلنا الرأفة من الرحمة والرحمة من الرأفة، وهذا امتلاء الرحمة بأن الله تعالى لو ترك المخلوقات على المشركين لخرج عليهم. البحر يستأذن، ما من أحد إلا ما من خلق من خلق الله جل وعلا إلا ويستأذن ليهلك بني البشر الذين قد خالفوا الوظيفة العظمى وقضية الكون الكبرى التي من أجلها خلقوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن كما ورد في بعض الإسرائيليات: دعوهم لو خلقتموهم لإيه؟ لرحمتموهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. وهذا لا يصح أثرا بحال من الأحوال، لكن الغرض المقصود أن هذه من تمام رحمة الله جل وعلا، لأنه لو ترك المخلوقات لا يمكن أن تقبل من بني آدم أن يشركوا بربهم جل وعلا وأن يخالفوا قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس بين فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ألا وهي توحيد الله جل في علاه. كيف نتعبد، ختاما لهذا الاسم العظيم، كيف نتعبد لله جل في علاه بهذا الاسم العظيم، اسم الرحمن واسم الرحيم؟ أولا التعبد، هو طبعا التسليم التام هو أول درجات التعبد، لأن ركن العبودية الأعظم هو التسليم التام، الخضوع التام، الانقياد التام، نعلم أن رحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء وإن لم أدرك ذلك. فإذا الأصل التسليم التام لله جل في علاه وإثبات الصفة لله جل في علاه. الأمر الثاني نحقق النظر في كيفية سعة رحمة الله جل في علاه على الكافرين، فتكسبني أنا عبادة الله أن أرحم الكافرين. ترحم الكافرين؟ كفروا بالله وطبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتيتكم بالذبح ويقول أمرت أن أقاتل الناس، نعم والله حتى في الذبح في رحمة، تعجيل الموت للكافر في رحمة عليه. ليش؟ الزيادة الحياة الزيادة إيه؟ نكال وعذاب عليه. لا، لكن الحق رحمة الكافرين. رحمة أولا أنك تريد أن تدخلوا الإسلام، يعني أنا ما أدري كيف تنزع الرحمة من أحد من أولياء الله وهو يعلم أنه مأمور شرعا بأن يدعو الله لجميع أهل الأرض أن يدخلوا الإسلام، وأنت أتسعد بعذاب أخيك؟ طبعا ما فيش أخوة إنسانية وأخوة أخيك الذي تأمل أنه يكون في الإسلام. شما أحد يقول راجع الأخوة الإنسانية والأخوة، لا، أقول لو كان كافر لو كان مسلما أيضا أتسعد بأن أخاك يقع في المعصية أو يموت عليها؟ فلا بد من رحمة الآخرين، هذه اسمها عين القدر. لأن من الذي جعلك مسلما؟ الله جل في علاه وطبعك مسلما، وإلا لكنت مثله. فرحمة الله جل في علاه أدركتك على أن تكون مسلما، فأنت تبكي بكاء على هذا الكافر، تنظر إليه وتنظر أنت تقول الحمد لله، فتحمد الله جل في علاه. والأمر الثاني أن ترحم الكافر، ورحمة الكافر بالفعل ليست بالمشاعر فقط، وما الفعل؟ بأن تدعوه إلى الإسلام، بأن تدعو الله سحرا نرجع على يهديه إلى الإسلام. هذا أمر جلل لابد الإنسان أن يقرعه ويعرف كيف يتعبد الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. الأمر الثاني في التعبد الله بصفة الرحمة أنه لا ييأس المرء من رحمة الله جل وعلا، لأن علامة الضلال اليأس من رحمة الله جل وعلا، علامة الكفران اليأس من رحمة الله جل وعلا. ولو كان رجل زانيا شاربا للخمر قاتلا سارقا قلنا نعم والله، لو عاث في الأرض فسادا. أرأيتم كيف فقه رجل قاتل؟ رجل قاتل أعمل السيف في الناس، سفكت دماء البريئة 100 نفس، ومع ذلك كان من أفقه الناس. أنا أراه في هذا الزمان كان من أفقه أهل زماني، قاتل فقيه، وهذه من النوادر. ليش؟ أن فقه الرجل قد ظهر. كيف ظهر؟ ماشي، هذا فقه، هو هذا ده أهم ما يكون فقه لك. يريد أن يرحم ويعلم أن رحمة الله لا تخلق، لا يغلق بابها بحمل الأحوال. لذلك لما أغلقه الجاهل قتل، قال يا بعد خربان فضل أنت بتغلق باب أنا أعلم أنه سيفتح، قتله وأتم به 100. لكن وطبعا من الفقه الآخر أنه ما زال يسأل عن إيه؟ عن الدعاة، صح؟ لا، عن العلماء، الرجوع للعلماء، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك من المتلاعبين الذي يكتفي بالمشهورين يسألهم عن عضل المسائل ولا يصح ذلك بحال من الأحوال، لابد أن نرجع فيه للعلماء. فلما دلوه على أعلم أهل الأرض قال له: من يمنعكم من التوبة؟ الغرض المقصود هذا أيضا من تمام رحمة الله جل وعلا
أنك تتعبد لبنك لا تيأس من رحمة الله ولو كانت الذنوب بلغت السماء. أنت من أنت وهو من هو. أنت من أنت بالعجز والنقص والمعصية والتعد جبلت على ذلك. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يذل قصد؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن تغفر تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم. ما من عبد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. لا 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 تحسبن أنك تكون طاهرا أمام الله جل وعلا دون المعاصي. لا، التخليط موجود. فإن بلغ التخليط إلى السماء فأنت برفعة تنتهي المسألة. عبد أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يأخذ بذنبي ويغفر، اشهد أني قد غفرت له. ثم جاء الثانية وجاء الثالثة فقال الله جل وعلا عبدي افعل ما شئت ثم أتيني فاستغفرني فسأغفر لك. لذلك الشيطان قال أهلكتهم، يعني الويل لي ثم الويل لي بنو آدم، يتكلم عن بني آدم، قال أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، وما يستغفرون إلا هم يطمعون في رحمة الرحمن سبحانه جل وعلا. يبقى التعبد الثاني هو عدم اليأس من رحمة الله جل وعلا. الثالث كما قلنا هو أن يظهر أثر ذلك على العبد المتعبد أن يكون رحيما بعباد الله جل وعلا حتى لو كان كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأقرع بن حابس ودخل عليه طب كان في حجري والآخر جاء فقبله المسلم فقال تقبله؟ والله عندي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. ولما دخل المسلم وأخذ إبراهيم ورفعه فبكى فقعد على نفس الطفل أمام بين هذا المسلم فبكى المسلم فقال أنت يا رسول الله أنت من أنت وتبكي؟ قال المسلم إنما هي رحمة. شوف الحصر والقصر، إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فكون أخي الكريم لا 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 لست بالفضل الغليظ وإن كنت حتى من ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.